expecting a tough game tomorrow. تعال متوقع مباراة قوية بكرة إن شاء الله. ميرو and Parman can play because yellow and red card. كعدم تواجد معانا ميرو زلاف عشان الكرت الأحمر آخر مباراة وأحمد برمان لكرة الصفر. وإن شاء الله إحنا متوقع المساندة الكبيرة من قبلنا. طبعا عندنا مباراة جدا مهمة خصوصا إحنا إن شاء الله إذا الله وفقنا وفزنا يعني تكون خطوة مهمة إن تبلغ دور 16. بناخذ التعليمات من الجهاز الفني وان شاء الله نقدم يعني المردود المطلوب مننا. I can't speak about our performance. Only what I have now, my mind turned to 3 points or fast group and take champion. ما اقدرش يفكر او يتكلم على ادائنا الثلاث مباريات اللي فاتوا، كل اللي بفكر فيه ان احنا ناخذ الثلاث نقاط ان شاء الله ونبدا ناخذ خطوه كبيره للتاهل. طبعا الهدف بتاعه الحين والاهم ان احنا نعدي المجموعة إن شاء الله وإن شاء الله رحمن نحصل على البطولة. How you play? Not important. Important take three points. نلعب إزاي؟ وصلنا إزاي؟ دي مش مهمة جدا بالنسبة له، إنما الأهم إن إحنا نوصل لثلاث نقاط وإن شاء الله رحمن نعدي المجموعة ونحصل على البطولة. Yes, we are on top. إن شاء الله you stay in the top. I will repeat again. هيعيد تاني. We are one family. إن إحنا عيلة واحدة. We are one club. نادي واحد. All in our club. والنادي العيلة ونادينا. We need support. فمحتاجين كل المساندة نقدر ناخدها من كمان. More fans than last game. متوقع التواجد العادي يكون زيادة عن آخر مباراة. مش شيء جديد على جمهور العين أنه يتواجد في الملعب. فأتوقع أن يعرفون عدنا البطولة الآسيوية ويعرفون أنهم دعمنا الأول. إن شاء الله بيكونوا متواجدين وبيدعمونا من البداية للنهاية إن شاء الله.